طابت أوقاتكم مشاهدي الكرام، أهلا بكم في صوت اليمن. التطورات الأخيرة تشير إلى أن هناك حدث ما قادم، وأن هناك خارطة طريق جديدة لإنهاء الحرب في اليمن. يعني ما فهمنا أن الترتيبات تتم بالفعل، وأن هناك أيضا فريق استشاري قدم عدد من التوصيات أو ما يسمى خارطة لوقف النزاع في اليمن. الخارطة هذه يعني كما وصفت أنها نظرة دستورية وحيادية من أطراف الصراع، والأمل أن تثرى بنقاش موضوعي يسهم في بلورة رؤية لإنهاء صراع ويقود كل الأطراف إلى كلمة سواء وحل عادل وشامل. الآن نحن على مشارف حديث جاد لإنهاء الأزمة، لكن هل نمتلك بالفعل مشروع يسمح لنا بالخروج منتصرين؟ ما يدور الآن في المنطقة والمباحثات التي تتم في بعض دول الجوار تؤكد تسارع الخطوات وأن هناك تطورات مهمة بشأن الحل السياسي، لكن الحديث عن اتصالات وجهود مكثفة لإعداد مسودة بنود الاتفاق لإنهاء الحرب في اليمن يضم وزارة الخارجية الأمريكية والمبعوث الجديد إلى اليمن وسلطنة عمان إضافة إلى السعودية. الحديث يقول أن المسودة تتكون من 21 بندا عملت على إعدادها وزارة الخارجية الأمريكية والمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، وتتمثل برودها في وقف شامل لإطلاق النار بين كافة الأطراف، إضافة إلى متابعة إلغاء القرار 2216 وهذا متوقع في فبراير القادم تمهيدا لتطبيع الوضع، بالإضافة إلى إنشاء مجلس رئاسي مكون من 5 أعضاء، 2 من شمال اليمن و2 من جنوبها، وتعيين رئيس مجلس توافقي لفترة انتقالية من 5 سنوات. هذا أحد السيناريوهات المطروحة لإنهاء الأزمة. أيضا المقترح يتضمن تشكيل حكومة وفاق وطني مصغرة مع بقاء الخارجية تحت إشراف المجلس الرئاسي، وتعمل الأمم المتحدة على إرساء مبادئ العدالة التصالحية وأن يتم نشر قوات سلام دولي في 17 منطقة يمنية من ضمنها الحديدة بعد أن ينسحب الحوثيون منها، وتفتح جميع المطارات اليمنية، ويتم الاتفاق على إعادة خارطة الموضع الحوثي في محافظة تعز جنوب غرب اليمن. إلى جانب ذلك، الوثيقة تتضمن إطلاق مجلس إعمار اليمن والعدالة التصالحية ودفع تعويضات تقدر ب100 مليار دولار، تتحمل دول الخليج نصف تكاليف الإعمار في اليمن والذي سيتواصل لمدة 5 أعوام، بالإضافة إلى تشكيل هيئة للبنك المركزي من 9 أعضاء بينهم خبير إقليمي وآخر دولي، ويتم إعداد خارطة الإرادة السياسية فقط مع بقاء إدارة كل الإرادة المحلية ذاتية لكل إقليم، وتشكل 7 مجموعات عمل مختلفة منها عسكرية واقتصادية مقرها مؤقتا سلطنة عمان، وذلك لإعداد تفاصيل عملية للبنك المركزي وغيره من القضايا الأمنية والوضع الإنساني والإعمار. نذهب إلى فاصل مشاهدي الكرام ومن ثم نبدأ النقاش. جدا مشاهدي الكرام، ورحب بضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسن العديني. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ حسن. هل ترى أن هناك جدية هذه المرة؟ يعني كل مرة نسمع أنه هناك خطط وهناك خارطة طريق وجهود للمبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي وإلى آخر ذلك، هل تلمس هذه المرة جدية من المجتمع الدولي في لإنهاء معاناة 30 مليون يمني؟ الجدية تبدو واضحة إلى حد كبير، لكن اليمن باستمرار تخرج من حرب إلى حرب. أي تسوية الآن أو أي حل النزاع لن يكتب فصل أخير للنزاعات والحروب المستمرة. أنت لاحظ تاريخ اليمن، خذ من بعد الثورة حرب في الشمال والحروب في الجنوب. أثناء الكفاح ضد الاستعمار كان الصراع قائم بين الجبهتين اللتين تواجهان الاستعمار، وكانت ضحايا الحرب الأهلية، الحرب بين الجبهة القومية وجبهة التحرير، أكثر من ضحايا الصراع مع الاستعمار. في الشمال خرجنا من الحرب بين
الجمهوريين والملكيين، واستمرت حروب بشكل مختلف، حرب بين الشمال والجنوب، وحرب لم تستقر اليمن في لحظة من اللحظات. في الجنوب أيضا دارت حروب وانقلابات، والآن الصراع أكبر مما كان في الماضي. الحرب هذه الحرب حرب مدمرة إلى حد كبير، ضحاياها كبيرة. وفي اليمن تلاحظ يعني تحالف الحرب الآن وكوفيد والأوبئة دمرت الشعب الليبي، الشعب في حالة مجاعة حقيقية، مجاعة يعني شاملة ومريحة. أثرت أيضا على العالم، حتى حسابات العالم تغيرت الآن، واضح أنهم يريدون حل. لكن هذا الحل إذا تحقق فإنه يؤسس لحروب قادمة، من الواضح جدا. لماذا؟ هو الصيغة كما تسربت أن هناك تأسيس لدويلات في اليمن. ماذا تقصد؟ يعني خلينا نكون يعني أكثر وضوحا مع المشاهد، ما الذي تقصده؟ تقصد الأقاليم؟ ما تسرب أن هناك إقليمين في الشمال وإقليمين في الجنوب، حتى تشكيلة المجلس الرئاسي كما ذكرت أنت في تقريرك أن هناك نعم، لكن هناك شمال وجنوب، وهناك شمال مقسم، وواضح أنه اتفاق الرياض هو مبني على هذا الأساس، وواضح أن الشمال المقسم أيضا ضمن في هذه الأطراف التي ستشكل مجلس الرئاسة. أولا واضح أن الحوثي ما زال هو الطرف القوي، والشرعية هي أضعف طرف. الشرعية لا تسيطر على شيء، لديها فقط في مارب مساحة صغيرة جدا، ومساحة وظيفتها تدر أموال أو تأخذ عائدة النفط لطرف سياسي معين في الشرعية. وكذلك لديها شارع في تعز أيضا يمارس النهوة. الشرعية ستكون طرف ضعيف جدا، والحوثي لا أعتقد أنه سيسلم سينسحب من الحوثي من الحديدة ببساطة. هناك ثلاثة أطراف رئيسية، لكن موضوع اثنين من الشمال واثنين من الجنوب أيضا لا تنطبق على التقسيم التي ترى اللي هي موجودة على الأرض. على الأرض الحوثيين، لأنه ما فيه في الشمال وفي الساحل أو في الساحل الحراس الجمهورية وفي الجنوب المجلس الانتقالي والشرعية شارع في تعز ومدينة مارب تقريبا. إذا كان التأسيس، وهناك رئيس أيضا، وهناك رئيس خامس، أنت الرئيس الخامس سيكون توافق طبعا. لكن كيف سيتخذ القرار؟ لم أسمع بأربعة أقاليم. هناك آخر مشروع طرح وكان ستة أقاليم، هذا الذي تسرب من عمان أيضا. هناك أربعة أقاليم. هل ترى أنها إقليمين في الشمال وإقليمين في الجنوب، وهذه تؤسس لأربع دويلات، والأربع دويلات يعني تثبيت لكل القوى في مناطقها. سيكون مرحلة سلام مؤقت، سوف يتم عملية تمدد، عملية إعادة تموضع، ويؤسسوا لحروب قادمة بالتأكيد. يعني تقصد أنه بعد خمس سنوات لن تستقر اليمن على أنه الجميع سيحاول أن يتمدد ويحسن وضعه على الأرض بشكل أو بآخر. الشعب اليمني متداخل ومتزاك، بعض يستحيل تقسيمه، والاطمئنان أن هذه الدويلات ستعيش وستستمر. طيب هل نفهم إما أن يكون هناك حل في إطار الإبقاء على الوحدة اليمنية بالفعل، وعمل تسوية وبناء السلام، البناء الطويل اللي يقوم على إعادة التفاهم بين القوى. هل وجدت الدولة في التفاصيل التي ذكرت أو في التسريبات فيما قيل؟ نعم، طبعا السياسة الخارجية هي دائما، يعني أنا إحنا هل فهمت أنه هناك سيكون دولة، أم أنه سيعزز ستكون وجود ستكون كل القوى الموجودة على الساحة؟ ستكون هناك كنتونات، وسيصعب اتخاذ القرار. كيف سيتخذ القرار في المجلس الرئاسي؟ هل الرئيس سيكون مرجحا؟ هل هذه القوى ستتوافق وتصيغ قرار بسهولة، أم ستظل في أيدي، سيظل الأجنبي هو الذي يوجهها ويقودها، الولايات المتحدة وبريطانيا هو المشروع إعادة وزارة الخارجية الأمريكية. هذا المشروع يطرح اليمن تحت الاستعمار بشكل أو بآخر، تحت الهيمنة الأمريكية، وستدير اليمن بإثارة مزيد من النزاعات في المستقبل بين هذه القوى التي ستتقاسم مجلس الرئاسة وتتقاسم البلد.
طيب يعني هل تعتقد بأنه جميع المتحاورين الآن في سلطنة عمان يناقشون هذه القضايا وموافقون عليها أو متفقون عليها؟ أنا أشعر أنه جميع القوى ليست حريصة على اليمن، هذه القوى التي تتقاتل الآن، قوى الصراع إذا كانت حريصة على اليمن ما كانت حدثت هذه الحرب. كل قوة تبحث عن موقع في لا لا، لكن ما تقوله خطير، يعني أنت تتحدث الآن عن 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 تقسيم وتشظي، عن تقسيم وعن هيمنة للأجنبي، وسيستغل بهذه لمزيد من التشظي. أستاذ حسن، يعني أنت عندما تتحدث عن الوحدة كان هناك خوف من الانفصال إلى شطرين مجددا بعد نضال 129 سنة، اليوم نتحدث عن 4 دول. نضال 129 سنة وفي في الجنوب هناك مطلب للانفصال، بينما كان الجنوبيين اكثر الناس الحاحا على الوحده. ولاحظ انه ولا زالوا هم وحدويون اكثر من غيرهم. ادبياتهم، ادبيات الحزب الاشتراكي وادبيات القمع القومي كلها كانت تتحدث عن الوحده، وكان شعارهم نضال من اجل الدفاع عن الثوره اليمنيه وتنفيذ الخطه الخمسيه وتحقيق الوحده اليمنيه. والان هناك نزعة انفصالية في الجنوب، سوف تكون هناك نزعة. لا نستطيع أن نعممها، لكن قد ربما يكون قوى لديها مصلحة. بعض القوى. فقط. لكن. الشعب في الجنوب كان يناظر من أجل الدفاع عن الثورة وتحقيق الوحدة اليمنية. ولا زال. وكذلك في الشمال. هناك صراعات مناطقية، هناك نزعات مناطقية، مش صراعات، نزعات مناطقية موجودة في اليمن عبر التاريخ. الشمال والجنوب والوسط ونزعات، لكن انتهت الى حد كبير في فترات سابقه، ربما حتى 2010 كان يعني، لكن هذه كان هناك انسيابيه في هذه الحرب، يعني خصوصا بعد مرحله انتخاب المحافظين، يعني اعتقد انها كانت اخر مرحله في المركزيه، انه اصبح حتى المحافظ، حتى الهيئه الاداريه للمحافظه كلها من أبناء المحافظة. كانت بداية طيبة وإيجابية. نعم. جت أحداث 11 فبراير ودمرت من سحب بعدها. ما نعم. حدث بعدها من تطورات أدت إلى دخول الحوثيين إلى صنعاء وإسقاط اسمح لي أرحب بالأستاذ نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك أخي عبد الولي، أنت وضيفك الكريم. هل تمتلك القوى السياسية اليوم القدرة على إحداث التغيير المنشود؟ باعتقادي أن القوى السياسية رغم ما تعيشه من حالة من التفكك، إلا أنها بالتأكيد لو اتجهت إلى إلغاء المشاريع الصغيرة والتوجه نحو المصلحة الوطنية الكبرى في إطار العمل من أجل سلامة اليمن وسلامة الشعب اليمني، بالتأكيد سيكونون حائط كبير، سيكون بالتأكيد لديه القدرة على تغيير المعادلة السياسية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. طيب دعني أسألك السؤال بطريقة أخرى، هل لديها إرادة؟ هل تمتلك قرارها أم أنها مرتهنة لقوى أخرى؟ للأسف الشديد هناك، لا نريد أن نقول مرتهنة لقوى أخرى، ولكن بداخل البعض منها رؤى لمشاريع صغيرة ومصالح ضيقة هي ما جعلتها في هذا الوضع المهلهل والغير مرضي عنه، لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الإقليمي. نعم، يعني اليوم يعني نستطيع القول انه فاقد الشيء لا يعطي، يعني لا يمكن ان تتحدث عن سياده وانت تفرط فيها، وانت يعني لديك الحوثي مثلا لا يقول الا ما قاله حسن ايرلو الذي اصبح حاكما من داخل صنعاء اليوم وبكل وقاحه، ولم يعد الامر سرا او خفيا، وكذلك بقيه القوى لديها ايضا موجهات خارجيه، هناك ايضا ممولين والى اخر ذلك، لكن بغض النظر عن المفاضلة أو إلى ذلك، هل نحن في حاجة إلى مجلس رئاسي أم ما هو أبعد من ذلك؟ في اعتقادي أن القضية ليست الشكل بحد ذاته، ولكن المضمون هو الأهم، لأن الشكل سواء كان مجلس رئاسي أو بالشكل القائم حاليا أو بأي أشكال أخرى
هذه ليست القضية، القضية الأساسية أننا كنا أمام مخرجات لحوار وطني يفترض أن نلتف حولها بشكل كبير جدا، ونعمل في إطار أيضا إنفاذ اتفاق الرياض لتكوين خلية داخلية أو جبهة وطنية واسعة تستطيع أن تتصدى لهذا المشروع الفارسي الذي سيذهب باليمن إلى مراحل متردية من الجهل والتخلف. وبالتالي الرؤية في هذا الاتجاه هي أعتقد الرؤية الصوابية الوحيدة التي نستغرب أن يكون هناك من يبحث خارج هذه الدائرة وخارج هذا الإطار. لكن السيناريو أقر ويجري مناقشته بجدية حسب ما فهمنا من تصريحات مصادر مطلعة أو ذات علاقة بهذه المحادثات. لكن يتبقى القول، هل تؤيد ما ذهب إليه الأستاذ حسن العديني بأنها تؤسس لصراعات جديدة، أن هذا السيناريو يؤسس لصراعات جديدة كونه مبني بنفس الطريقة التي يمكن القول بأنها شمال وجنوب وأشياء من هذا القبيل؟ مثل هذه الحلول هي حلول لأطراف معينة، هذا لا يحقق أي تقدم في إطار المسألة اليمنية. المسألة اليمنية بحاجة إلى التفاف وجبهة وطنية واسعة، وهذه الجبهة وهذا الالتفاف الكامل هو الذي يصنع قراره وإرادته والشكل الذي يرضي جميع الأطراف. أما إذا كانت هناك حلول مجرد إرضاء طرف على طرف آخر فإنها ستكون قابلة للفشل ولن تحقق أي نجاح في إطار التحرك من أجل الجانب الآخر الذي يجب أن نتحرك منه وهو العمل على إنهاء الانقلاب. شكرك جزيل الشكر أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا. أستاذ حسن، اجتماع العراق اليوم أو قمة العراق هل تطرقت إلى خارطة لإنهاء الحرب في اليمن؟ لم أسمع البيان على القمة، لكن تذكر أنه هذا إحيائي مجلس قديم كان تقريبا إضفي، مجلس التعاون العربي اللي كان العراق ومصر والأردن واليمن. كلام عن استقرار العراق، المشكلة إيران، النفوذ الإيراني وتدخل إيران في شؤون المنطقة أوصل هذه المنطقة إلى التعامل مع إسرائيل. يعني صحيح. وجه ضربة بقدر ما إيران، النظام الإسلامي الإيراني كان يتحدث عن تحرير فلسطين وتحرير القدس، والخميني جاء يصرح بأنه لن ينام إلا بعد أن يصلي في القدس، بعد أن يؤدي الصلاة في القدس. إيران بسياستها دفعت الأنظمة العربية إلى مخاوف قادت إلى التعامل مع إسرائيل، مع العدو الصهيوني، حتى قامت علاقات مباشرة مع بعض الدول، البحرين، الإمارات والبقية في الطريق. أكثر من 5 دول قامت علاقات مع إسرائيل في غضون شهر. هذا هو الكفاح الإيراني من أجل تحرير فلسطين. هل هذا يدل على أنه 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 البعض يرى في إيران شرا أكبر من الأنظمة تخاف من إسرائيل؟ يعني هل يعقل أنه وصل الموضوع إلى هذا الحد؟ إسرائيل لا تهدد الأنظمة بشكل واضح، بشكل مباشر. إسرائيل بشكل مباشر، إسرائيل تشتغل بهدوء. إسرائيل أن تحارب مصر بطريقة مخيفة جدا، سد النهضة إسرائيل موجودة فيه. والكلام اللي كان يقوله أنور السادات الله يرحمه بأن حرب أكتوبر هي آخر الحروب، طبعا قامت حروب كثيرة، وصلت إسرائيل حرب المياه الآن، وصلت إسرائيل حرب المياه في 64 اجتمع أول قمة عربية عشان تغيير مجرى نهر الأردن اللي كان إسرائيل تسعى عليه، وكان الغرض إنه كيف نستثمر مياه نهر الأردن قبل أن تصل إليها إسرائيل وتحول مجرى نهر الأردن. اليوم إسرائيل تتصدق على الأردن بالمياه، تزودها بمياه بمقابل بالتأكيد. وإسرائيل تسعى لاستنزاف لخنق مصر من خلال أثيوبيا وسد النهضة. إسرائيل لا تتحدث بشكل مباشر أنها ستنهي هذا، هي
تدمر الشعوب العربية وتشتغل للمدى البعيد عشان تستثمر هذه الشعوب صحيح. تستثمر الاقتصاد العربي وتسعى لتمزيق الوطن العربي مزيد من تمزيق الدول العربية. لكن الأنظمة تواجه خطر مباشر من إيران وتعتقد بأنها بالاستقواء بإسرائيل ستحافظ على وجودها، وهذه مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لليمن. بالتأكيد إسرائيل ليست الحل يعني، لكن تظل المشكلة إيران، هي من تدفع، ربما تدفع الجميع اليوم إلى إقامة علاقات مع إيران. قار أصيل ولن ينتهي، إسرائيل قار دخيل صحيح. وعمرها 70 سنة، إيران قار أصيل ولا يمكن استمرار الصراع معه إلى أمد بعيد. لا بد أن يتعاشر، لكن هي من تخدم، لا بد أن كل ما تقوم به لا يخدم الأيام، لا بد أن يتعارب يتعايش هي لا تخدم إلا إسرائيل. بالتأكيد سياسة تخدم إسرائيل سواء أدركت أو لم تدرك، وأنا أعتقد أنها تدرك إلى حد كبير. أنا قرأت مرات كذا إنه إيران، النظام في إيران الآن حاجة أمريكية وحاجة مطلوبة للغرب حتى يستمر الصراع في المنطقة العربية ويتمزق الوطن العربي ويتمزق الدول العربية. وأعتقد عندما قامت الثورة العربية أول من تحدث محمد حسين الهيكل، وهو عقلية استراتيجية، مش صحفي ولا مفكر، عقلية أكبر عقلية استراتيجية في الوطن العربي، تحدث وقال إن هذه سايكس بيكو جديدة، أول من سماها في 2011، ونحن كنا مدافعين أن هناك تغيير في المنطقة. محمد حسين هيك قال هذه سايكس بيكو جديدة، وهو لديه اتصالات ومعه وكثير من الأدلة وكثير من الإسقاطات التي تؤكد فكرته. ما يجري في اليمن الآن وسيجري في سوريا وسيجري وجرى في العراق، العراق شبه مقسم وسيجري في ليبيا، ما يجري في اليمن الآن هو تأسيس لتمزيق البلد، تمزيقها إلى 4 وقد تتمزق إلى ما هو أكثر بعد ذلك. والمسألة ليست رغبة عندنا. هو الفكرة أستاذ حسن أنه غياب الدولة يدفع لإيجاد كيانات بديلة ميليشياوية شبيهة للدولة، مشيخات، سميها ما شئت. الآن هذا المشروع، هذا المشروع الذي أنت لخصته في مشروع القرار المقترح من الولايات المتحدة من وزارة الخارجية الأمريكية، ما هو موضع الجيش؟ إذا كان الحرص أن تبقى اليمن دولة واحدة سواء مجلس رئاسي أو برئيس أو نائب رئيس، كما قيل أنه نائب رئيس يدير والرئيس يبقى هكذا المنتخب باعتباره منتخب قديم، من يملك السلاح؟ ما هو وضع الجيش في المستقبل؟ ليس هناك حديث، وهذه المسألة المهمة في السيادة، أن هناك جيش واحد، أن السلاح تملك الدولة فقط، لكن هناك دويلات سوف تملك السلاح، سوف تبقى ميليشيا الحوثي، سوف يبقى الحوثي بسلاحه وجيشه، وسوف يكون هناك المجلس الانتقالي أيضا بسلاحه وجيشه، والسلطة الشرعية بالميليشيا اللي في تعز واللي في مارة وقوات الحراس الجمهورية. ليس هناك حديث عن جيش موحد وهو الذي سيضمن ويبقي وحدة اليمن. المشروع مخيف ومزلزل. مجموعات العمل، منها مجموعة عمل عسكرية ومجموعة اقتصادية، سيكون مقرها سلطنة عمان مؤقتا، لإعداد تفاصيل عملية للبنك المركزي وغيره من القضايا الأمنية والعسكرية والوضع الإنساني والإعمار. البنك المركزي في البنك المركزي في أي دولة فيها أقاليم، العائدات السيادية مركزية والضرائب السيادية اللي هي الثروات والجمارك والجمارك، وهذه طبعا ايرادات سيادية. بعد ذلك اي ضرائب محلية، اي ضرائب، اي رسوم، تذهب لكل اقليم. لكن ما معنى انه تبقى مثلا يعني مقرها عمان المجموعات العمل؟ لماذا يعني؟ هل معنى ذلك انه لا توجد ضمانات للعمل داخل البلد؟ البلد موثقة ما فيش، وعمان. طيب لماذا الاتفاق؟ طبعا الأطراف الأخرى، عمان في الظاهر أنها دولة محايدة، لكن عمان تمتلك علاقة خاصة بإيران وعلاقة خاصة أيضا علاقة مع البريطانيين، ولذلك هي مش ممكن يعملوها في السعودية أو في الإمارات وهم أطراف دخلوا في أطراف واضحة في الحرب. في اليمن الأمر غير مستقر، يعملوا في صنعاء ولا في عدن، مسألة أن تبقى في عمان طبيعية ومش طبيعية يعني مقبولة، الظروف دعت إلى هذا. ليس هناك خيار ثالث أو خيار بديل إلا إذا كانوا
بيعملوها هنا في القاهرة أو في دولة ثانية، لكن عمان باعتبارها الأقرب. طيب يعني التصريحات، كان هناك تصريحات للسياسيين وهناك تفاؤل كبير بأنه في تجاوب وفي كذا، هل معنى أنه انخراط الأطراف في المفاوضات، هل معنى ذلك أنه أصبح هناك قبول، أصبح هناك ضمانات للتنفيذ، أم أنه سيتكرر؟ أنا أشعر أنه هناك توجهات جادة، طالما الأمور في عمان والحوثي على صلة قوية والأطراف الأخرى أيضا، والأمريكيين ضاغطين وكذلك البريطانيين والسعوديين مرهقين والحوثيين أيضا مرهقين في الحرب، أعتقد أنهم سيسعوا إلى تسوية أو إلى حل النزاع، الحل المؤقت الذي قلت أنا بأنه يؤسس لي صراعات قادمة. اسمح لي أرحب بالباحث السياسي الأستاذ نجيب الحميري، أهلا وسهلا بك. أهلا بك أخي وصديقي وعزيزي الأستاذ عبد الولي، وأرحب بضيفك الكريم أستاذنا الكبير الأستاذ حسن العديني. أهلا بك أستاذ نجيب. يعني بداية، هل تعتقد بأن المفاوضات الجارية ستؤدي إلى إنتاج شكل جديد للسلطة، للدولة، للنظام السياسي؟ طبعا في البداية لابد أن نتطرق إلى موضوع مهم جدا، هل ستتوافق القوى السياسية على نظام جديد أو حلول جديدة تخرج اليمن من هذا المأزق؟ فكل ما عرفناه في السابق بأن كل الاتفاقيات والمبادرات كانت تقابل بانقلابات، ابتداء من المبادرة الخليجية، ثم قرار مجلس الأمن 12-16، ثم اتفاق الرياض، وفي كل الجوانب كانت الاتفاقيات أو المبادرات التي تصدر بخصوص اليمن إما أن ينقلب عليها أو إما أن تحصر وتضيق. فمثلا المبادرة الخليجية بدأت في 2011 كانت لنقل السلطة وفي 4 بنود، ثم تلاها القرار 22-16 وكان بين الجماعة الحوثي والشرعية، لحاقا أتى اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي. فهل نحن الآن بصدد إخراج اليمن من المأزق الذي تمر عليه؟ كان الهدف بالسابق هو نقل السلطة في المبادرة الخليجية في عام 2011، نقل السلطة، تحضير لحوار وطني، مؤتمر حوار وطني، ثم الانتخابات والوصول إلى انتخابات رئاسية. الآن بدأت الأمور تنحدر إلى ما هو دون ذلك، هو ليست تسليم السلطة وإنما نقل السلطة، أو بالأحرى ليس نقل السلطة وإنما تسليم السلطة، فإلى من ستسلم السلطة؟ هل سيتوافق الجميع؟ هل السيناريوهات المطروحة آمنة أم أنها تؤسس لصراع قادم؟ أي قرار سياسي أو حل سياسي ما لم يتوافق عليه الجميع ويقره الجميع بضغوطات وضمانات دولية وإقليمية سوف يجر اليمن إلى ما هو أسوأ. التوافقات يعني قد لا تعني الاتفاق، يعني قد تعني المهادنة. لابد أن يجمع أو يقعد الجميع أو يتفق الجميع لإخراج اليمن من هذه الأزمة. أنا أرى بأن تنفيذ المبادرة الخليجية، إذا عدنا إلى المبادرة الخليجية التي وقعت في 2011 من قبل جميع الأطراف وعلى رأسهم الرئيس السابق المرحوم عليه الله صالح رحمة الله عليه، كانت شاملة للوضع. فإن عدنا إلى الاتفاق هي المبادرة الخليجية، سوف نبدأ في بوادر أو نطرح أرضية أو نمشي على أرضية بحيث أنه تسليم البلد أو نقل السلطة بكل سلاسة. طيب هل تلغى كل المرجعيات السابقة أستاذ نجيب؟ الآن كل المبادرات التي لحقت المبادرة الخليجية كانت لوقف الحرب، نحن مع الحرب، نعم مع وقف الحرب نعم، ولكن كيفية تسليم السلطة كيف ستكون؟ هذا سؤال كبير، ونتساءل يعني هل ستلغى كل المرجعيات السابقة بما فيها اتفاق الرياض، ما فيها ستوكهولم وإلى آخر ذلك، هل بالفعل دخلنا في مرحلة الدولة، هل أصبح الجميع فعلا
يعني انخرطوا في هذه المفاوضات وأصبح هناك ضمانات. يعني أنا عندما أتحدث مثلا عن وجود سلطنة عمان أشعر بأنه يعني الحوثيين قد يكونوا جادين هذه المرة عندما يكون الأطراف لا. الأخرى يعني إلى حد ما أعتقد أنه هناك جدية، لكن هل السيناريوهات الموجودة هي آمنة؟ يعني ما الذي يضمن عدم الدخول في صراع من جديد إذا لم يكون هناك سلطة قوية أو دولة قوية؟ إذا وزعت على أربع أطراف هناك مشكلة. نعم، أنا أرى بأن أنا كرأيي الشخصي أرى بأن المبادرة الخليجية كانت من أفضل ما قدم لحل الأزمة في اليمن بنودها الأربعة. أما أي اتفاق سيأتي للسلام مناقب للمبادرة الخليجية فسيكون هش، إلا في حالة أن يكون أو أن يخضع إلى ضمانات دولية وإقليمية متوافقات بين القوى العظمى والقوى الإقليمية المتصارعة في هذه المنطقة. شكرك جزيل الشكر الباحث السياسي نجيب الحمري، كنت معي عبر الهاتف. يعني الآن إسقاط العقوبات والقرار 2216، يعني هل يمكن أن يكون مفتاح أيضا للحل؟ 2216 مات حتى الشرعية عندما كانت تتكلم عن المرجعيات الثلاثة المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني و 2216 وحتى السكون، هذه كلها ماتت، واتفاق الرياض كل هذه لم تعد ذات قيمة، لم يعد لها تأثير، لم تكون مطروحة في أي حوار من أجل حل مستقبلي. أعتقد أنه سواء أصدر مجلس الأمن قرار بإلغاء، وهي مسألة ضرورية، إن مجلس الأمن المتحدة تعرف أنه هذا الكلام انتهى 2016 عمليا انتهى، فقط الإخراج أنه يلغو هذا القرار. الآن في توجه لحل جديد ما طرح معقول إلى حد كبير، لكنه يمثل استراحة المحارب بالنسبة لكل القوى التي أنهكت، وما عدا القوى التي تبدو أنها توشك على الوفاة، لكن القوى اللي موجودة على الأرض بالنسبة لها استراحة لاستئناف صراع جديد، إلا في حالة واحدة، أن يكون هناك بناء للسلام بالمدى البعيد، إحداث التنمية تعمل امتزاج بين الناس، تنمية ثقافية وتنمية اجتماعية وتنمية اقتصادية، وخلق ثقة بين القوى المتناحرة، ثقة حقيقية، وهذه تحتاج إلى فترة طويلة من البناء. اسمح لي أستاذ حسن، رحب بأستاذ إسحاق القحم عضو مجلس النواب، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ عبد الولي وضيفك الكريم. أهلا وسهلا بك أستاذ إسحاق. يعني الحديث عن القوى السياسية التي تشارك في المباحثات و يعني إشراك الجميع في سلطة رئاسية مكونة من 5 أشخاص، هل المؤتمر يعني جاهز لخوض معركة جديدة من العمل السياسي السلمي؟ أستاذ الكريم أرحب بك وأرحب بضيفك الكريم وبقناتك الرائدة، لك التحية، قناة اليمن اليوم. حقيقة المؤتمر الشعبي العام هو تم التعامل على المؤتمر الشعبي العام وإقصاءه من المشهد السياسي، من إقصاءه من المشهد السياسي الأغلبية العظمى اللي كانت موجودة على الساحة اليمنية. المؤتمر الشعبي العام كان يشكل نسبة 70% من قوام الشعب اليمني، سواء في الانتخابات البرلمانية أو في المجالس المحلية أو في كل أوجه السياسة، كان المؤتمر الشعبي العام هو الرائد وهو المفروض. فعندما تم إقصاء هذا الحزب الكبير وصلنا إلى ما وصلنا إليه. طيب كيف تعيد القوى السياسية اليوم ترتيب نفسها تحصل على مكاسب الدولة؟ الموضوع بسيط جدا. يعني 7 سنوات من الحرب الطاحنة أكلت الأخضر واليابس، وكل القوى السياسية كل واحد متمسك برأيه، كل واحد متجه إلى مدول إلى جهة معينة، ولا تمتلك هذه القوى السياسية في الوقت الراهن قرار إنها تخرج من مشكلة
المأزق السياسي اللي هم موجودين فيه الآن، مأزق سياسي كبير، وهم أيضا مستندين على أرضيات خارجية ليس على أرضية الوطن، وهذه مشكلة كبيرة. إذا أردنا أن نعود إلى داخل الوطن يحتاج مننا عمل. يعني هذا اتهام لكل القوى بأنه لا تملك قرارها وليست. أكيد أكيد أكيد، إحنا لو كنا نمتلك قرارنا ما كنا شعري وصلنا إلى هذا الحال، يعني إلى هذا الوضع. إذا السؤال هل ستتخلى القوى الخارجية والإقليمية عن مطامعها في اليمن وتتنازل بها من أجل مصلحة المواطن اليمني الذي عانى لأكثر من 7 سنوات؟ سيدي العزيز، القوى الخارجية لا يهمها اليمن لا من قريب ولا من بعيد، احنا اصحاب الحق واحنا المتضررين. القوى الخارجية او القوى الدول الخارجية يهمها الممر المائي اللي تعبر منها مصالحها وسفنها، لكن احنا نشوف انه احنا اليمن يعني احنا لنا قيمه، والناس الناس يقول هذول مجانين. احنا ان لم نعيد حساباتنا تمام ونحافظ على بعضنا البعض ونتحاور حوار الشجعان، العالم الغربي الخارجي ما يهمه نتحارب سنه سنتين 20 30، هو يهمه الحفاظ على مصالحه الاقليميه فقط. واحنا نتشبث بانفسنا وكل واحد مننا يرفض الاخر، كل واحد مننا لا يقبل بالاخر، وهذه مشكله كبيره نواجهها احنا الان. نعم. طيب من الذي يملك قرار الحل برايك؟ يعني من هي القوى، اذا ما تحدثنا عن القوى المحليه، من هي القوى المحليه التي تملك الحسم في هذا الموضوع؟ القرار اليمني الموجود، انا اعتقد ان كل القوى السياسيه تقدر تقول كل واحد يمتلك يعني 10% انه يقدر يحلحل الازمه نسبه 10%. يعني اذا ترك لليمنيين فرصة الحوار مع بعضهم والنقاش ومناقشة الحلول، هل تتوقع أنه تنتهي مشاكلهم وأنه قادرين على إنهاء مشاكلهم بدون تدخل خارجي، أم ستزيد أزماتهم وحروبهم؟ عزيزي مع الأسف أنه إحنا كل واحد مننا ينتظر الحل يجي من الخارج. ما فيش عندنا عقلية نبحث فيما بين البين عن وجود حلول ونلتقي مع بعض، كل واحد مننا مركز على مجلس الامن، على المحدة، على دول الخليج، على كل واحد مننا الان متكئ، وهذا يحتاج لنا وقت عشان كل واحد يتخذ قراره وكل واحد يعني يوضع يكون له موطئ قدم داخل اليمن. نعم. اذا اختم معك بسؤال، يعني السيناريوهات القائمه حاليا هل هي قادره على اخراج اليمن من ازمته، ام ستفتح الأبواب على مصراعيها للدخول في مشاكل جديدة غير السابقة؟ أنا أعتقد أن الوقت لم يحن بعد، وأن ما زال الأمور في مهب الريح. لحد الآن لا يوجد وضوح سياسي في اليمن، لا يوجد يعني أفق حلول سياسية لا لدى اليمنيين ولا لدى الخليج ولا لدى المجتمع الدولي حول اليمن. الوقت لم يحن بعد، أنا هذا وجهة نظري يعني. أشكرك جزيل الشكر النائب إسحاق القحم عضو مجلس النواب، كنت معي عبر الهاتف. أستاذ حسن، أنت تشائمت كما تشائمت. لا مش متشائم، أنا أتمنى أن أنا أكون متفائل، لكن هذا هو اللي نلعب. أتفق يعني. أستاذ إسحاق، الأخ ضيفك يا أستاذ إسحاق أتكلم عن أنه إحنا فعلا نلقى للخارج إنه قرارنا مش بعيد، وهذه تاريخياً اليمن عقدة ذو يزن موجودة عبر التاريخ. اليمنيين كانوا دائماً يستدعوا الخارج، هنا جاء الأحبش استدعوا ذو يزن، الإمام اللي جاء من طبرستان برضو يحل مشاكل الهادي الرسمي بين قبائل اليمن، البرتغاليين ما خرجهمش من اليمن إلا المماليك. في ثورة 26 سبتمبر الإمام راح يستدعي السعودية والجمهوريين استدعوا المصريين. صحيح. وهكذا العقدة اليزنية متحكمة في الشعب اليمنيين، لا يثقوا بأنفسهم ولا يملكون قرارهم، وهذا ليس استهجان بالشعب، لكن ربما نقول أن القوى الطافية على السطح دائما، النخب يعني النخب ليست واثقة. يعني هل يمكن أن نقول بأنه من القوى السياسية لم تصل إلى الحد الأدنى من التوافق فيما بينها على قيادة يعني
قادرة على إخراجها من هذا الأزمة؟ في قوى سياسية إذا أخذتها بالمسميات أو بالتسميات هناك قوى سياسية ليست ذات وزن، لم تعد ذات وزن، وإن كانت تاريخيا كان أحزاب قوية. الحزب الإسرائيلي كان يحكم في الجنوب، الناصرين كانوا قوة إلى حد كبير من البعث مش موجودة هذه القوى. المؤتمر مشتت منقسم، ايوه منقسم على نفسه يعني ومشتت، هو لا كقيادات كقيادات فقط القوى اللي كحزب الحزب موجود في كل المواضع موجود ومع كل الاطراف للاسف الشديد. طيب لكن هي كقيادات، انا كنت اقرا تغريدات لحسين العزي يقول انه الحزب المؤتمر هو بس حزب صادق امام رؤساء هذا اللي هو متحارب معنا، اما الاخرين عموما أي ما كان ليست المسألة ليست على مزاجه أو على هواه إنه ليست يفصل ليست الأحزاب على ما يشتهي، ليست الأحزاب ليست الأحزاب وإنما بمسمياتها بتاريخها. القوى الفاعلة الآن هي الموجودة على الأرض كقوة عسكرية، القوى المسلحة هي التي تستطيع أن تقول، هي التي تملك الكلمة، إما أن تتفاهم و ليس الناصري ربما الإصلاح، ربما الإصلاح باعتباره حزب مسلح كحزب قديم، الإصلاح باعتباره حزب طرحت أفكار لكن كقوة تستطيع أن تؤثر في أي تسوية قادمة. ما الجديد في التسوية القادمة برأيك؟ هل سيكون أسماء، هناك أسماء جديدة، هل هناك سيكون أسماء شكل جديدة، أسماء جديدة، أسماء ربما هذه مسألة طبيعية أم أنه في إطار مسألة عادية جدا ممكن كل قوة تفرز في إطار القوى الفاعلة والمؤثرة الآن الثلاث القوى ربما أطراف تتحالف ربما في إطار هذا الرباعية ربما أنا لدي إحساس بأنه الإصلاح ممكن يتحالف مع الحوثيين يبحث عن مصلحة ويتحالف مع الحوثيين وسيتحالف الحوثيين معه لمرحلة مؤقتة. وما الذي سيدفعهم لذلك رغم أنه نكل بهم يعني؟ الإصلاح حزب انتهازي يبحث عن مصلحة بأي شكل ماذا إذا رأى أنه سيحصل على مصالح في السلطة وعلى نفوذ وأموال أفراد وقادته سوف والحوثي أثبت أنه لديه تجربات في الدهاء السياسي ويمكن يغري، يمكن يغري ويأخذ معه لمرحلة معينة يستقوي فيه أمام القوى الأخرى، ثم هذه هي التحالفات اللي ممكن أن تتغير. الإصلاح متحالف مع كان ضمن اللقاء المشترك حليفهم ويضربهم في الشارع. إذن دركنا الوقت أستاذ حسن، أشكرك جزيل الشكر الكاتب الكبير الأستاذ حسن العديني. كنت ضيفا عزيزا في هذا اللقاء، شكرا لكل التحليلات القيمة التي قدمتها في حلقة اليوم، شكرا موصول لكم أيضا مشاهدي الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.